بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير الصائمين والصائمات، يا مرحبا فيكم، حياكم الله في فقره اكل سريع من برنامجكم الجميل الرائع المتابع من الجميع اللي هو مكه تجمعنا الثاني. اليوم الختامي في منافسات المتسابقين، وقضينا معاكم تقريبا 18 يوم، 18 اكله ب 18 منافسه وتقريبا 5 ضيوف، وكانت جدا ايام سريعه وجميله، ولو نحصل فيها شد ولو نحصل فيها منافسه، ولكن لو ما حصل الشد ما كاننا موجودين. فجميل نكون احنا في البرنامج، وجميل ان احنا ناخذ بعض من اهتمامكم، او ممكن تكون هذه اهم فقره. كان الشباب دائما يخافون من هالفقره، يقولون الفقره هذه رغم انها 500 نقطه ولكنها فيها شويه شد. نرحب فيكم ونرحب بالشباب الرفاده والوفاده، ونرحب بالدكتور. يا مرحبا دكتور، حياك الله. الاستشاري الدكتور بكر بن بكر كالو، استشاري طب أسرة ومجتمع، حياك الله. معنا الشيف استشاري بطن وكلى يا مرحبا بك استشاري صحون كل اي والله باسمي واسم الشباب نقدم لك كامل الاعتذار على اللي صار امس. لا والله ما والحين ترى برامج الواقع ترى ما خبي ولا ما يحتاج، انا عارف الاجواء والتوتر والمطبخ مسوي لهم قلق هم عشان كذا، وانا بعذرهم. وانا اشكر كل انسان او انسانه دخل على حساب الدكتور الشيف واعتذر منه، وهذا والله مو بغريب عليكم يا شعب قناه بدايه، الله يعطيكم الصحه والعافيه. طبعا محمد الحسينان والشباب كلهم اعتذروا من الشيف ويستاهل كل خير حبيبي الله. وسام المانع وخالد حامد، اصوات جميله يا دكتور، مع الاسف ما راح تسمعها، ما راح تسمعها، تخطيطهم كذا ما يتكلمون، عشان كذا احنا اليوم بنطنشهم قبل ما يطنشونا. خلاص الشيف يبي يشرح لكم الطبخه، بامكانك يا خالد تساله اي سؤال، اسامه بامكانك تساله اي سؤال راح يجاوبك، والامر طبيعي، راح يوقف الشيف هنا ويقيم. الشيف صايم والشيف على قدر من الثقه باذن الله انه ما يظلم احد. اللهم امين يا رب. والله يعطيك الصحه والعافيه. وانا باكد على للاخوات ان موضوعنا اللي راح نفتح اليوم موضوع جدا مهم، واللي بدايه الحمل الى الولاده مع الدكتور، كلام علمي، كلام منطقي، كلام مهم جدا، اتمنى انكم تحضرون وتسمعونه ولا تهملون تعليمات الدكتور. تفضل يا شيخ. يلا بسم الله. السلام عليكم. حياكم الله. الله يسعدك. اليوم عندنا داود باشا. داود ايش؟ داود باشا، اليوم منورنا في المطبخ. هي اكله تركيه اساسها، وانتقلت لمصر ودخلت فيها عن عدد من الوصفات. احنا اليوم بنسويها بالطحينه. المقادير معانا هي بسيطه، معانا اللحم مفروم، معانا دقيق، معانا البهارات المشكله حقت اللحمه، كمول، وعندنا ايش؟ الطحينه سايله، وعندنا برتقال وليمون وبصل ومكعب المرق حبه واحده، وثوم، الثوم عاد خويه لابد. الثوم ايوه. كيف الطريقه؟ تجيبون الزبديه، تنزلون اللحم اول شيء، ايوه، تحطون البهارات هذا لنا حاطه قدامكم كلها على اللحمه، ملعقه واحده من ايش؟ الدقيق عليها، اوكي؟ ايوه يرتبون بدري ايش عشان طوال يسقطون. ملعقه واحده عندك دقيقه حركها مع بعض. اي 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 اشرح لك اياها. والثوم تاخذون مثلا 3 فصوص ثوم تنزلون لي هنا، ايش يسوي؟ تمسكونها تعجنونها عجن، تعجنونها لما تعجنونها تكورونها لي شكل كور، يعني نفس الحجم كذا، مثلا صفار البيض او اكبر شويه، اوكي؟ بعد ما تكورونها ايش حيكون عندكم؟ القدر تحطون فيه زيت، تمسكون لي البصل تفرمونه لي جوانح، يعني النص بصل تقسمونه النص، بعدين تفرمونه لي بالشكل هذا جوانح، هي تجيك طويله، تنزلون على الزيت لما يذبل، اوكي معانا؟ خلاص انتم بيدكم عجنتوا اللحم المفرومه بالبهارات والدقيق وهذا، تنزلونه على ايش؟ الزيت والبصل، تخلونه مو تتحركون على طول، لا تخلونه شويه، لان ايش؟ البوخ، بوخ اللحمه وبوخ هذا يمسك ويشد معنا اللحمه عشان ما تنفرط. عارف ايش يعني البوخ؟ لا والله ماني عارف. يعني البخار، البخار، البخار ايه؟ البخار يطلع معنا ويمسك تنشد معنا. اوكي؟ بعد ما ينشد معنا تقعدون تقلبونه.
يجيبون الزبديات يغسلونها يجيبونها تنزلون سلطة الطحينة كلها كاسة أو كاستين من الموية تعبون موية وتنزلون هنا تقطعون البرتقال تعصرونه تمسكون إيش الليمون تعصرونه وتضربونه وتنزلون على إيش اللحمة تخلون تطبخ مع اللحمة وتنزلون مكعب المرق وشوية ملح وتخلون مكعب المرق يكون آخر شيء أيوة بعد ما تحطون الطحين عليه تنزلون مكعب المرق. طيب في سؤال من هذه ملعقة يا حبيبي عندكم ملعقة دقيق بس أزروني في الملعقة الحين نبدأ بدي بعدين هذا بعدين ملعقة دقيق ايه هذا وش وضعنا حطوا كمون هذا كله بهارات تحطونها لي كلها كامل بالشكل اللي حاطه انت ايه وخلاص واخر شيء عندكم الطحينة تحلونها لي بموية وتعصرون البرتقال والليمون مع بعض وتضربونها لي بالمضرب وتنزلونها ايش في القدر وتخلون تطبخ يعني تتسبك معكم المرق يعني يثقل معكم تنزلوا المرق ها؟ كم دقيقة يعني؟ تبان معكم لما خلاص تثقل اذا ثقلت هذا خلاص انتهت تقدمون لي في الطبق الابيض وتزينون تبون تزينون تبون تزبطونها انا موجود طيب لو استعجلنا شيء ثاني يعني خطوات نفس الخطوات نفس الخطوات بس بيطلع نفس الشغل في الاخير لا مو نفس الشغل نفس الحوسه لا احنا نبغى نبغى مع بعض نحطها هنا على شكل كور ايوه كور ايوه كل اللحم ايوه اوكي بس قبل شيء تحطون الزيت والبصل انا عندكم من هنا وفي سؤال جاوبوني اسالكم عليه لحم يلا فور انا اليوم بتعاون معهم عشان الوقت يا بتعاون معهم انا بطلب منكم طلبين يا شباب وقت ما تحس انك انسان في رمضان ودك تكسب اجر وتقرا للناس انا ما راح اطلب قل لو سمحت ابغى اقرا قران خلاص وقت ما تحس انك تبغى اجر انا ما ابغى اكلمك خلاص يا خالد حامد خالد بدا قبل دقيقه ان شاء الله الامر الثاني اتمنى منكم هالفطور اشوفه على السفره المغرب اتمنى ان شاء الله ان تاخذونه وتعطونه الشيخ من اليوم عندكم على فطري من معكم الشيخ من والله ما ادري اليوم صبحي اذا الشيخ الصبحي خلاص طلعوا الفطور خلاص اصبر يا شباب جاهزين للوقت لا اصبر جاهزين عندك فوق يلا بسم الله توكلنا على الله يلا بدينا انت اللي تاخرت في القلفز يا اسامه طيب يا مرحبا يا دكتور الله يسلمك حياك الله لا الطبخ دي شكلها باشا يعني باشا دعوه باشا ما في لعب طيب دكتور اليوم كلامك مهم للشباب وللشابات وللي في 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 مرحله الولاده والخلفه على قولهم طيب خلينا نربط اللي بداناه امس عشان تكون السلسله متصله اوكي احنا تكلمنا انه سلامه المنتج من سلامه المصنعي وسلامه الطفل من سلامه امه نعم ورعايته ايضا برعايه امه وبدايه الرعايه تبدا من سن المراهقه بالتطعيمات وبالغذاء الجيد وبعدين فحوصها قبل الام احنا نتكلم عن البنت اللي هي تصبح ام فنجهزها قبل ما تصير ام اصلا من سن المراهقه بالغذاء الجيد والتطعيمات الاساسيه ثم قبل الزواج بفحص ما قبل الزواج ثم اختيار الشخص المناسب عشان يكون يعني زي ما يقولوا شريك مناسب عشان ياتي المنتج وتكلم عن الامراض الوراثيه وامراض المعديه نقول بالسلامه تزوجوا صحته جيده وأصبح الحمل فهناك علامات للحمل وهو واحد غياب الدورة عندما تغيب الدورة فأول احتمال أنه هناك حمل دقيقة خليني أسألك عن الموضوع الهرمون الحليب إيش مشكلة هرمون الحليب؟ هرمون الحليب يؤخر يلخبط الدورة الدموية ويمكن يكون واحدة من أسباب عدم الحمل ليش صعب لأنه يزيد لا هو تنظيمه صعب ليش؟ سهل علاجه وسهل تشخيصه حتى لكن هو بصفة عامة احنا نقول عندما تتأخر الدورة واحدة من احتمالات تأخر الدورة ممكن يكون عدم الانتظام لكن واحدة من الاحتمالات الرئيسية ولازم تستثنى سريعا الحمل انتظام الدورة يعني ان المرأة جاهزة اكرمك الله يعني حتى لو ما هي منتظمة تظل تستطيع ان تحمل ولكن الدورة تختلف من امرأة الى اخرى سواء في طولها او في فترتها يعني في سيدات دورتهم يعني المتوسط 28 يوم ومتوسط ايام الدم تقريبا من 5 لـ7 ايام لكن في زيادة في نقصان طيب هالموضوع شباب المنطقة اللي ترى دائما احنا نقول لحد يجلس فيها طيب امهاتنا الغاليات العزيزات واخواتنا وزوجاتنا إذا قالوا ما انتظم عندهم موضوع الدورة هل هذا يدل أن ما احتاج أن حبوب من حملها لا ما له علاقة الدورة في أغلبها منتظمة لكن يعني هي أصلا سبحان الله تبدأ الدورة عند البنت وهي عمرها 11-12 سنة تبدأ مضطربة يعني ما هي منتظمة تيجي متفاوتة بعدين تنتظم بعد فترة والانتظام هذا عند اغلب النساء لكن في نساء طبعا دوراتها غير منتظمه اصلا هي تعرف ان دوراتها غير منتظمه فتروح تقول للدكتوره ترى انا دورتي ما هي منتظمه وهذا صعب علينا حساب
مثلا الزمن المتوقع للولاده، لانه احنا نحسب من اخر يوم، من اول يوم في اخر دوره مثلا. فاذا دورتها ما هي منتظمه، وبعض النساء اصلا ما تسجل ولا تتابع دورتها، ما تعرف كم دورتها اصلا. لكن احنا اللي يهمنا انه عندما تنقطع الدوره هذه واحده من مؤشرات الحمل، فبالتالي نستطيع ان نفحص الفحص موجود في الصيدليات اللي هو فحص البول هذا، والفحص التاكيد عن طريق الدم نشوف ارتفاع هرمون الولاده. كيف كيف نقضي على هرمون الحليب بالامور الطبيعيه؟ في شيء طبيعي نقدر نقضي عليه؟ والله انا افضل انه هذه يعني، لانه في امور فرديه يقيسها طبيب النساء والولاده، يتعامل مع كل حاله بحالتها افضل. افضل. إيه يعني شيء طبيعي، انتم مثلا إيه بردقوش ما بردقوش الشغله ذي؟ ما نفضل نفتي في هذا الموضوع. طيب اذا ثبت الحمل ممتاز، طيب ينبغي ان نقوم بمتابعه دوريه للحامل. علامات الحمل قلنا دوخه، علامات الحمل كثيره جدا طبعا. او اول يعني اللخبطه اللي تصير في الصباح، ما في اقبال على الاكل، شويه غثيان، لكن اهم منها كلها انقطاع الدوره. عندما تنقطع يعني مثلا موعد الدوره، مثلا دورتها شهر، مر شهر ما جت الدوره، طيب معناتها هي حامل الان، نتكلم على 3-4 أسابيع في هذه الحدود، وهذا وقت مناسب جدا لتثبيت الحمل وقراءته وعمل القياسات الاولى للحمل. فلذلك نحن ننصح ان الحامل من اول ما يكتشف الحمل تسجل في اقرب مرفق صحي، والمراكز الصحيه على مستوى المملكه تقدم خدمات جيده، عند عيادات خاصه بالحوامل يثبتوا الحمل، يعملوا التحليل التاكيدي، ثم يقومون بمجموعه اجراءات للتاكد من سلامتها عند الحمل. طيب لو كانت صحتها جيده حتكون صحتها جيده عند الحمل كذلك. نساءنا يرفضون المراجعة في مستوصفات الرعاية الأهلية الأولية، نعم، ويقولون نبغى مستشفيات أهلية. اليوم طبعا والله الأهلية في ميزة عندهم، نعم، تدفع 900 ريال الشهر كله، يعني عفوا 9 شهور كلها، ولا سيرة ولا غير، المستوصف فاضي بس ما حد يجيه، المستشفيات زحمة. والله الخيار للسيدة الحامل، نحن نقول مراكز الرعايه الصحيه الاوليه وهي خدمه من اساسيات الخدمه في المملكه وتقدمها وزاره الصحه، وكذلك الخدمات الاخرى الصحيه سواء الحرس العسكري الامن العام وكذلك المستشفيات التخصصيه، كلها تقدم هذه الخدمات كجهات حكوميه، لكن القطاع الخاص منافس، وهذا جيد انه يكون في خيار للشخص انه يختار ما انا. القاعده والقاعده الاساسيه المتابعه الدوريه للحمل حتى اكتماله 9 شهور ما تبغى. ايوه احنا في البدايه نتابع كل شهر، وفي الشهور الاخيره تكون تقريبا مرتين في اخر شهرين، وبعدين في اخر شهر كل اسبوع. واذا تاخر في احد يكمل بعد تاخر، معناته ما يعني احنا لماذا نراقب بانتظام وباستمرار حتى نكتشف اذا في اي انحراف على المعدل الطبيعي والنمو الطبيعي للحمل. يعني مثلا اديك مثال، الهيموجلوبين، واحده يكتشف انه والله في الشهر السابع الهيموجلوبين حقها 7 تحتاج نقل دم. هذه معناتها ما كانت تتابع بانتظام. لو عرفنا الهيموجلوبين كم مع تسجيل بدايه الحمل في الشهر الاول، واخذت من المواد التي تساعد على رسم الحديد، وكذلك حمض الفوليك الذي يساعد على نمو الجهاز العصبي عند الطفل، وهذا يعطى مبكرا جدا، يعني لانه من البدايات عند التكون الجهاز العصبي، من اوائل الاشياء الاجهزه التي تتكون، فيحتاج الى دعم كبير بحمض الفوليك حتى يتكون بشكل صحيح. ولكن اذا كان هناك اخفاق ولم يكتشف مبكرا، نخش في اشكاليه انه هيموجلوبين 7 ويجيبوا لها نقل دم والى اخره. هنا الجمهور بعضهم يتكلم يقول نشوف ما في دخل بين موضوعكم وبين المطبخ، او مو مدارين يا شيخنا احنا نكمل موضوع امس، والامر الثاني احنا نستغل وجودك ونستغل متابعه الناس لتقديم خدمات صحيه لهم، او خدمات صحيه لهم بطريقه غير مباشره، يعني معلومات جدا مفيده ويغفل عنها الناس كثير. ترى يا دكتور الكلام انت قاعد تقوله، وانا اوجه الكلام للي يتابعونا، احيانا يكون الكلام اللي قاعد نقوله ترون انه كلام عادي، لكن يحمي ابنك من الاعاقه، يحميك انت من الوفاه، ويحميك من الموت، يحميكم من التعب اللي تعانون في 9 شهور، يعني اما الام واما الزوجه واما يعني الكلام باذن الله باذن الله، يعني نقص الاكسجين احيانا يمكن تلافيه، بعض الامراض ممكن تلافيها. نعم صحيح. فالكلام اللي قاعد تقوله دكتور ترى جدا مهم، يعني جدا جدا مهم. يعني احنا نذكر على سبيل المثال انه فقر الدم الذي يصيب المراه وهي حامل، احيانا كثيره فقر الدم هو مستمر من قبل الحمل. فلما نقول احنا نتابع الحامل منذ البدايه، نثبت كم مستوى الهيموجلوبين ونتابعه بشكل دوري، ما نسمح له بالانخفاض، نتدخل سريعا حتى ما تصل الى نهايات المؤذيه وهي انها تحتاج نقل دم، وقد يؤثر على جنينها، لانه نمو الجنين مرتبط بصحه الام. طيب الشهر الاخير تدخل يعني تدخل المراه اذا دخلت المستشفى نفس الخطوات اللي تسويها كل اسبوع تسويها الاسبوع اللي بعده والاسبوع اللي بعده. الشهر الاخير هو مشكلته انه المتابعه القريبه، لانه المراحل الاخيره للحامل تحتاج الى مراقبه دقيقه،
لأن هناك مشاكل على رأسه تسمم الحم، هناك ما قبل التسمم. أنا ذكر قلت لك قصة قبل كنت تحت الهواء إنه واحدة من القريبات كانت تقول أنتم لماذا تؤذون الحامل، تأتون بها كل أسبوع وتعملون نفس الشيء، يعملوا مرة واحدة وهذا يكفي.